على انشد ماراثون عفوا هذا السباق العابر في فئه قلمه تتابر وتواصل فئه المسنين لذلك عندما على ما اظن مشاركه على مستوى الفندق ليشرفوا الاقليم ديال العريش كتقول لنا الاسم ديالكم اذا تعرفوا لكم واش كتقول لنا على المشاركه ديالكم في الفندق والمشاركه ديالكم هنا شكرا عبد العزيز عتب عاود عاود اسمي اسمي عبد العزيز عتب عبد العزيز عتب شنو نقول لك انا جيت سعيد عليك اليوم فاخر كنشكر الملتمين لهذا التظاهره الرياضيه الاولى بالنسبه لهذا الحي ديال الزهره وهذا انجاز يعني يعني انت شغل الناس الامن والمسنين باش راكم دبعتوا بعض ضوف بعض السباقات يعني خاصه ديالكم نتوما وكتمارسوا في الامبيكا والمفاضات الرياضيه كتستغلوها نعم يمكن تقول لنا على العاب يعني بالنسبه للعدو الريفي في مدينه العرائش بالنسبه لكم نتوما يعني نتوما اللي يمكن تدعموا هذا الشباب اللي كاين دابا بالنسبه ليا بالنسبه ليا العمر ديالي العمر ديالي هو كيتجاوز 63 سنة أنا كنشجع الشباب كنشارك باش كنحفز الشباب ونعاونهم باش حتى هما يديروا النفس ويشاركوا ويشاركوا مسابقات في الماراثون على الصعيد الوطني المحلي الوطني وأنا كنشجع جميع الفئات يحاولوا يخرجوا من ذاك الضيق واحد الوقت يستغلوه في الرياضه وانا كنشوف